تمشي على طول الكره تاني دفاعيه ايطاليه جميله الكره ادي محاوله تاني عنده مساحه يسدد مره شوت الله التمريره فرام جميله الله الله جول عالم يا سلام على الايطال يا سلام على الطليان ضربوا الاوفسايد جميل المره دي اتضرب الاوفسايد ولا رفعت الرايه المساعده المره دي ما فيش اوفسايد المره دي النادي فلومينينزي دفع ثمن اللعب على الاوفسايد جيم والمره دي اتضرب بالعمق يا سلام على الكره الايطاليه بعد 22 دقيقه تقابل امام فريق عمل اربع حالات تسلل على الايطال او على الطليان بص المره دي ادي لحظه لعب الكره المره دي مغطي هنا تغطيه موجوده المساعده ما رفعتش الرايه وبرونو ضرب الاوفسايد هنا على طول وهدف اول لصالح المنتخب الايطالي في اول 22 دقيقه لعب شوف الجماعيه وشوف الاداء الجميل شوف الهدف لاعب بالتا دايما لما بيلاقي فيه ضغط ضغطه هنا البرازيلي ممتاز جميله كونكا يقف ياجل يا ولد كونكا جميله ممكن اوبا تعادل يا سلام على فلومينينزي يتعادل الان فلومينينزي جمله يعني جمله جميله خطا دفاعي كبير جدا ويتعادل فلومينينزي يتعادل الان بكره جميله بعرضيه جميله شوف الكونكا كونكا تحرك كونكا لدور كبير النجم الكبير كونكا وده هنا علم فلومينينزي 1-1 مباراه جميله ما بين ايطاليا وفلومينينزي الفريق البرازيل بص الخطا لا مش من هنا لما اشوف مهاره كونكا المجموعه بالنسبة للوضع الهجومي للنادي فلومينينزي ركلة حرة مباشرة خطأ لصالح المنتخب الإيطالي تتلعب الكرة عالية جول علام يا ولد هو الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي ممتاز الهدف الثاني مبالي الحقيقة هدف جميل جدا أدي الهدف عن طريق الرأس المرة دي أو المرة الثانية عن طريق الرأسيات أدي برانديلي نجم كبير جدا طبعا والمدرب اللي بتعول عليه امال كبيره جدا الكره الايطاليه يتقدم بهدف ثاني المنتخب الايطالي اذا ايطاليا 2 فلومينينزي كره ثابته حره شوف الارتفاع للحارس ممتازه محطوطه جميله جدا وهدف ثاني لصالح المنتخب الايطالي إذن الهدف الثاني لصالح الطليان شوف هو كمان زي ما اتكلمنا على منتخب ايطاليا بينوع من هجماته نادي فلومينينزي المهاره هوبا الثاني التعادل الله روعه يا سلام على فلومينينزي ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي احنا شايفينه ده مش ممكن التعادل لفلومينينزي في مباراه جميله فريق فلومينينزي وكأن المنتخب البرازيلي لا الهدف التعادل الثاني في مرمى الطليان بقول لحضراتكم كرة سرعة كبيرة جدا واخطاء بالجملة الطليان ما بيعرفوش يتمركزوا في الدفاع صدق او لا تصدق انما شوف التحرك بدون كوره والوعي التكتيكي هات وخد سلم واستلم ثم كوره سهله جدا هدف قد لا يغتفر من جانب برانديلي لحارس المرمى يا مش ممكن حارس مرمى يلعب كاس عالم يدخل فيه هدف بهذه الطريقه هذه المحاوله ثانيه سجني خطير جدا هوبا التالت شيرشي التالت اهو التالت تلاتة الهدف التالت موبيلي هدف جميل جدا شوف التحرك بدون كرة وهذه تشيرشي والسجني تحرك جميل جدا في الاخير الكره لكن حارس المرمى تشيرشي ممتاز وهدف ثالث للمنتخب الايطالي هدف الثالث للمنتخب الايطالي وقف على كورته وحاططها انما على طول دي قيمه المتابعه هدف جميل طبعا لصالح منتخب ايطاليا هنا كان في تراجع كبير جدا ثالث مره يتقدم المنتخب الايطالي في المباراه
ثالث مره يتقدم المنتخب الايطالي في المباراه. هتشوف ردة الفعل الفلومينينزي، فيش ولا مره فلومينينزي كان هو بادئ بالتسجيل، دايما بعد الهدف اللي يسجله منتخب ايطاليا يتحرك. ادي الكلام اهو، نفس الكلام نفس الكلام، عدى لكن يضغط تاني يتقدم بهدف تاني شخصيا ورابع للمنتخب الايطالي. يتقدم على طول بهدف جميل جدا، مش ممكن منتخب ايطاليا يتغير في ثلاث دقائق. شيرو ايموبيلي يتقدم بهدف رابع للمنتخب الايطالي، نجم نادي تورينو 24 سنه. هذا النجم تحرك وضرب الخط الخلفي وحطتها جميله، انا توقعت يلعب العرضيه بوجه القدم الخارجي انما ضرب الاوفسايد، ضرب منتخب وبدون اللعيبه الاساسيين طبعا، بدون اللعيبه اللي اكيد هيكون ليهم دور كبير جدا لو اتغيروا في الهافتايم الثاني. تلقي خطيره جدا خامس، انهيار في فلومينينزي، انهيار وهدف خامس. يا نهار ابيض، مش ممكن، ثلاث اهداف في اقل من دقيقتين ثلاثه، والجمهور الايطالي مش مصدق نفسه. فلومينينزي بذل مجهود كبير في الهافتايم الاول، والمنتخب الايطالي يقول انا المنتخب الايطالي في هذا المساء. اذا الشوط الثاني ايطالي بكل لغات العالم. ده خطا كبير، حد يعمل كده يا راجل؟ مش ممكن، مش عليه. رفع عينه وحطتها جميله، اللعيب اللي افضل منه في المكان. تبديلات بالجمله، ادي بيرلو هيشارك، مجموعه من اللعيبه، دي روسي هيشارك، و اسماء هتشارك، بونوتشي، ادي بيرلو، ده بقى نجم كبير، ده حدوته كبيره. ادريا بيرلو ثاني اكثر لعيبه خبره ومشاركه دوليه. بيرلو، اذا بيرلو هيشارك الان. بيرلو 35 سنه لهذا النجم، اكثر من 110 مباراه دوليه. بيرلو هو اللي هيلفت الانظار، وبالوتيلي هيشارك كمان. يطلع الكرة الثانية خطيرة لصالح نادي فلومينينزي، بيقابلوا بعض جميلة، ورد عليك أحلى جول في السبع أهداف، الهدف الثامن. الله، شوف الأهداف وعظمتها، روعة 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 روعة. هل ممكن يكون بيرو ده ولا مين؟ هتشوف، شوف الكرة، كرة صاروخية. لا لا لا، ولا بوفون ولا زينجا ولا. الله على الكرة وجمالها، هدف روعة، هدف جميل. بص شوف السرعة، هات وخد لفة الوسط، هدف يدرس، هات من جوه يا حبيبي، هات من داخل الشباك يا حبيبي. بص شوف الجملة بوجه قدم جميلة، لفة الوسط مع الترنات ملك الترنات.